جديدة، فقررنا نروح كوريا. وتدرون ان الحين لازم نجهز شنطتنا لان اليوم بنسافر، صح ليلي؟ صح، يلا الحين بنروح نجهز شنطتنا، يلا تعالوا. يلا يلا ليلي، انا جهزت شنطتي. انا باقي. يلا جهزيها ولا بنتظرك تحت؟ جهزتها. يلا يلا تعالي عشان لا نتأخر، بسرعة ليلي. يلا الطيارة بتروح. صح يلا. يلا رايحين المطار. يلا متحمسة. ليلي انتبهي لا تسوين فينا حادث، انتبهي. لا 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 تخافين تعالي. المطار وراك، باقي نص ساعة. يلا وصلنا. يلا يلا يلا. التوجه إلى البوابة رقم 12 استعدادا لركوب الطائرة. عشان لا نتأخر، بسرعة بسرعة بسرعة. أهلا فيكم، أهلا فيكم على متن الخطوط الكورية، وعندكم تيكتات؟ يلا أعطوني هذا التيكتات، خذي. واو ليلي شوفي المضيفة كورية، تحسبتها بتكون عربية. تفضل معاي مكانكم. يلا ليلي يلا تعالي. أوكي شكرا. عفوا. يلا تفضلوا، تبون أكل أو أي شيء؟ ايه ابي عصير وشيبس. وانتي ليلي؟ حتى انا نفس نعنع. يلا جيبي لنا بس عصير وشيبس. شكرا. حريق حريق، قومي هربي. يلا حريق الطيارة. ليلي قومي قومي، حريق قومي. مشهور يعني عند الكوريين، فبنروح نجرب أكلهم ونشوف. يلا
يلا انا بطلب رامن. انا بطلب اندومي. هو رامن انجر مكتوب اكلات الكوريين، شكله يحمس. يلا 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 ندخل. انت روحي اجلسي انا بطلب. اوكي اوكي يلا انا بنتظر. هذه جاية يامي، شكل اكل شهي. جوعانة، شكل اكل كوري مرة شهي. صح. شكرا. انا ما ادري الكوريين كيف يتكلمون، بس تعلمت كلمة. ها تشوكين تشوك. تمزحين؟ لا تمزحين. ايوه. يلا يلا انا مرة جوعانة. أنيوسيو، يابوسيو، تشينشا، تشيميدا، أنيو ناشيميكا، بوانغويا، بوانغويا. ليلي يلا خلصنا أكل. والله مرة شبعت. حتى الأكل كان مرة مرة لذيذ. يلا وين نروح؟ الحين لازم نستأجر بيت عشان تعبت اليوم صراحة. أحس إن خلاص أبي أنام. حتى أنا. تعال استأجرت بيت. شكله مرة حلو. تعالي. اوكي. هناك فوق، واول ما توصلين بتشوفينه، يعني شكله مرة مرة حلو. شفته من البداية، شكله مرة حلو احسه من داخل. يلا تعالي. جايز طبعا هذا هو البيت الكوري، والحين بندخل ونشوف كيف شكله من داخل، ومرة متحمسين. صح ليلي؟ صح احسه مرة حلو من داخل. صح شوفوا؟ في درج. ايه مكتوب بيت كوري. ويلا الحين بنستكشف ونشوف اذا صدق شكله حلو او بس من برا شكله حلو. يلا ليلي. يلا. يلا بسم الله. الله. اوه شكله حلو. واو حطيت. حتى العجب. اوه شوفي مسبح. عجبني شكله صراحة. يلا خلنا نشوف من فوق. صح يلا نطلع فوق. يلا نشوف شكله. واو في غرفتين، شكلهم حلو صراحة. ايوه مرة مرة حلو. في غرفة تبديل وحمام. كمان في غرفة فيها دورين. صح في غرفتين، يعني سريرين وغرفة ثانية فيها بس سرير واحد. وغرفة فيها حمام من داخل. اوه ثلاث غرف مو بس غرفتين. البيت متطور. مرة تعبت لازم اروح انام، عشان سويت ميك اب وزبطت شعري ولبست ملابس كوري وكليت، عشان كذا مرة تعبت. حتى انا ابي انام الحين صراحة. يلا الحين يا متابعين بنروح ننام، وبكرة نرجع لكم. يلا ليلي قومي. اوكي الحين لازم نتجهز عشان نروح نفطر. يلا انا بروح اتجهز. طبعا الحين انا وليلي بنروح نفطر، وهذا هو المحل اللي بنطلب منه، والحين كل واحد بينزل وبيطلب اللي يبي. يلا انا باخذ بس قهوة، وانتي؟ انا باخذ حليب فراولة. اوكي فالحين بنروح البحر ونشوف شكله. صح ليلي؟ طبعا نحن مرة متحمسين، يعني نشوفه في الفيديوهات شكله حلو وفهمت يعني، فالحين بنشوف اذا صدق هذه الفيديوهات او بس. تعالي نشرب قهوتنا. واو صراحة شكله حلو. واو ما كذبوا مرة حلو. ايه انيا. وبس اتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت. مع السلامة اصدقائي، احبكم.